أيضا معنا السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير أهلا بحضرتك معنا، وزيارة تمتد ليومين، زيارة رسمية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد هناك يعني الكثير من الملفات المطروحة المهمة على طاولة الرئيسين. ما أبرز هذه الملفات؟ طبعا حضرتك لازم ننظر الى الجزائر الاول من ناحيه موقعها الجيوسياسي، لان الجزائر لها دور مهم سواء كانت في جامعه الدول العربيه او في الاتحاد الافريقي، ومن هنا هي بتملك يعني قوه تاثير في المجالين العربي والافريقي. ايضا هي احد يعني الارقام الهامه في الأزمة الليبية، وبتجتمع دائما مع مصر في موضوع هم الدول الكبار، ودائما لهم رؤى قد تكون متقاربة لحد كبير في هذا الشأن، وده موضوع أيضا مهم جدا والجزائر ممكن تلعب فيه دور في الفترة القادمة. فإذا أحد الملفات الهامة اللي هتكون يعني أمام الرئيسين طبعا الوضع في ليبيا، وده مجال للنقاش وفي نفس الوقت مجال للقلق من البلدين، لان البلدين ممكن يتاثروا بحاله عدم الاستقرار اللي قد تحدث في ليبيا في الفتره القادمه. ولكن اعتقد انه النهج السياسي للبلدين متوافق وله يعني رؤى مشتركه نستطيع ان احنا نبني عليها فعلا خريطه الطريق للفتره القادمه. ايضا الجزائر يمكن حضرتك تتذكري وزير الخارجيه عندما جاء الى مصر منذ شهور كان بيتحدث عن احتمالات مبادره جزائريه بالنسبه لموضوع السد الاثيوبي، والجزائر طبعا دوله لها يعني تاثير كبير في الاتحاد الافريقي ولها دور تاريخي معروف داخل الاتحاد الافريقي، وبالتالي ممكن فعلا انها تقدم شيء ملموس قد يعني يحرك الامور الى حد ما في ملف السد الاثيوبي. فاعتقد انه دول من اهم الموضوعات اللي هتتم. ايضا عليك برضو الجزائر استضافت المقاصه الفلسطينيه خلال الاسبوع الماضي لحوار في العاصمه الجزائر، اعتقد انه هيكون مخرجات هذا الحوار تكون ايضا على طاوله البحث بين الرئيسين، وطبعا احتمالات عقد القمه العربيه القادمه، وهذا طبعا هو المفروض لو عقدت تعقد في الجزائر، فهذا الملف ايضا هيكون ملف حاضر أمام الرئيسين في المباحثات التي تجري بينهما. أعتقد أن الرصيد بين البلدين رصيد كبير جدا، يمكن ده كان واضح في صور الاستقبال عندما قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستقبال الرئيس الجزائري في المطار، وحضرتك شفتي أنه يعني النقاش بدأ منذ وصول الرئيس بعد وصوله من سلم الطائرة، وده في حد ذاته بيعكس مدى يعني الحرص بين الجانبين على تنمية العلاقات وعلى التشاور المستمر في الشأن العربي والأفريقي وحتى أيضا المتوسطي. نعم، إلى أي مدى هذه الزيارة سيادة السفير هي إعادة إحياء للعلاقات وبعث لعلاقات سياسية واقتصادية وحتى أمنية بين البلدين برأيك؟ طبعا انا بشوف ان هي هتكون يعني نقطه لاعاده العلاقات فعلا بشكل كبير، ما ننساش ان السيد الرئيس كان في اول خروج له بعد تولي الرئاسه ذهب الى الجزائر، وده في حد ذاته اعتقد ان هي كانت يعني لها مغزى سياسي كبير. اعتقد ان الزياره اليوم هتكون هي اضافه فعلا لمستوى العلاقات، لان العلاقات التاريخيه بين وبين الجزائر طبعا علاقات معروفه للجميع وخطيره جدا، واحنا ايدناهم في مواقف تاريخيه كثيره وهم ايضا ايدونا في مواقف تاريخيه كثيره، وبالتالي الارضيه المشتركه موجوده والرصيد موجود، قد يكون هناك حاجه لبعض التفعيل في مجالات التجاره والتبادل الثقافي وغيره من القطاعات، والبلدين لهم ايضا نشاط في البحر المتوسط، اعتقد ان هو ممكن يكون يعني ركيزه للتعاون ما بين شمال البحر المتوسط وجنوبه، وبالتالي مجالات واسعه جدا وافق واسع للتعاون، الاراده السياسيه متوفره والرصيد التاريخي موجود، فاذا هذه الزياره ستكون نقطه انطلاق ده في اعتقادي يعني.
نعم، في منتدى شباب العالم الفائت سيادة السفير في نسخته الرابعة كانت من أهم التوصيات الدعوة لتأسيس مجلس أعمال إفريقيا وتوفير التدريب اللازم في المجالات كافة للأشقاء الأفارقة. وهنا دائما يظهر البعد الإفريقي والاهتمام الإفريقي حاضر وبقوة طبعا من قبل مصر ومن قبل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهنا نتحدث في الحقيقة عن علاقات مصر والجزائر في إفريقيا، وأيضا نتحدث عن القارة، يعني كيف تمتد هذه العلاقات وهذه التنمية التي تحدث في مصر وتسعى إليها أيضا الجزائر تمتد إلى العمق الإفريقي. وكان هذا هو الشاغل الدائم لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف تقرأ البعد الإفريقي وتأثير هذه الزيارة على إفريقيا بشكل عام؟ يعني طبعا أولا زي ما حضرتك تفضلتي السيد الرئيس له اهتمام خاص جدا بالقارة الإفريقية وتنمية التعاون معها، ولمصر لها خط استراتيجي واضح في هذا الشأن وقايم على فكرة المساعدة في تنمية الدول ورفع القدرات البشرية لهذه الدول الشقيقة. نعم. وفي نفس الوقت حضرتك هتشوفي انه مصر هنا بتستضيف مجموعات مختلفه، سواء كان طلبه في الجامعه الدول الافريقيه او حتى في معاهد، مثلا المعهد الدبلوماسي، اكاديميه مصر العسكريه، وزاره الاعلام. احنا لسه كنا بندرب مجموعه من الاعلاميين الافارقه منذ ايام في تبع وزاره الاعلام المصريه. وكاله التنميه تبع وزاره الخارجيه بتقوم بدور كبير جدا في دعم الاشقاء، وفي نفس الوقت رفع كفاءه القدرات البشريه في مجالات عديده بالتدريب هنا في مصر. ايضا اعتقد حضرتك لمست نقطه مهمه، وهي فكره ان يكون في تعاون مصري جزائري في النفاذ والوصول الى الدول الافريقيه. طبعا الجزائر لها قدرات كبيرة جدا، سواء كانت اقتصادية أو تجارية أو حتى منطقة الدول الإفريقية ناطقة باللغة الفرنسية، ومصر أيضا لها دور في هذه المنطقة. وبالتالي أنا أعتقد أنه ممكن أوي يكون في تعاون مشترك ومشروعات ثلاثية، مصر والجزائر ودولة أخرى إفريقية، بحيث أن يكون في مد لهم بالخبراء وفي مجالات متعددة وتعاون في مجال البناء والبنية التحتية. اعتقد كل دي موضوعات مهمه. حضرتك ما تنسيش ان احنا في طريق بدا يعني ياخد شكله النهائي اللي هو اسكندريه كيب تاون. صحيح. هذا الطريق هيكون طريق تنميه، مش بس مجرد يعني انتقال للافراد والبضائع، ولكن هو هيكون على ضفافه يعني عمليه تنميه واسعه جدا. وايضا في بحيره فيكتوريا البحر الابيض او الاسكندريه دي، اعتقد هيكون ده برضه منفذ اخر. بالتالي مصر لها منهج معروف لهذا الجميع، واعتقد ان الجزائر بتقدره تماما. وبالتالي ممكن أول التعاون الثنائي في مجالات كثيره في الفتره القادمه في القاره الافريقيه، اللي هي اصبحت محل اهتمام للدول كثيره وحتى محل تنافس كمان بين هذه الدول. نعم، سيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجيه الاسبق، اشكرك جزيل الشكر.